أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين للقطاع البيئي والمحافظة عليه ومواصلة العمل على رسم السياسات الرامية إلى حماية الموارد البيئية والطبيعية واستدامتها وتعزيز الوعي البيئي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. أشار سموه إلى أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها للمحافظة على البيئة وتعزيز التعاون بينها وبين المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظواهر التغيرات المناخية والبيئية المختلفة وتضافر الجهود الدولية والإقليمية لحماية البيئة، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى مدى حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ووضع البرامج والخطط لحماية البيئة في مختلف القطاعات الحيوية بما يعود أثره على الوطن والمواطنين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، السيدة باتريسا إسبيونزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ، حيث رحب بانعقاد الاجتماع 21 لصندوق المناخ الأخضر الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 21 من أكتوبر الجاري لأهميته وضرورة التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، مشيدا سموه بدور السيدة باتريسا إسبيونزا وجهودها الدؤوبة في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ والتصدي له وتوفير الدعم والمساندة للدول بما يضمن لها المستوى المعيشي ويحفظ حقوق الأجيال. من جانبها أعربت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، مشيدة بما قدمته مملكة البحرين من إمكانات لعقد الاجتماع 21 لصندوق المناخ الأخضر والذي يعكس اهتمام المملكة بالقضايا البيئية ودعمها.